ساي وتل ديك الزوج وجعان ان شاء الله ربي ما الله اكبر الله تحسبها الله تحسبها الله تحسبها الله تحسبها الله تحسبها والله تحسبها والله تحسبها حسوم عليكم الله تحسبها هذا راه عار هذا مراك الدلطا عاوتاني شنو غتخاتلهم انت هما دولة الإسلام واش هذا؟ راه ما كيرحم والو نعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عايسالي وحنا معاكم عايسالي الله يديرين الحد ديالي راه حمد الدوله باش يخرجوا 50 عام وحنا هنايا وما حوجنا ما خرجوش الدقه هادشي اللي كاين شنقول السلام عليكم حنا عندنا الافراغ عندنا حكم بالافراغ واحد السيد ما تنعرفوش حتى جا هاد المده كام جا كنا ساكنين واحد 46 عام 48 عام وحنا ساكنين كان جدي عساس مات جدي جات جداتي والوالد ديالي الوالد ديالي توفى وجاو عندنا ما كاملاش سيمانه عاودوا رجعوا عندنا عاوتاني تيقول لك خاصكم تخرجوا جانا الحكم بالافراغ الوالد ديالي توفى بالفقصه واخويا حنا كنطالبوا من السيد اللي كان ديالو بصح حنا يجي يعوضنا يعطينا سكن حنا راه عائله فين غنشردوا عندي خوتي صغار فين غادي نمشيو ما عندناش فين غادي نمشيو حنا ساكنين 48 سنه 48 سنه حنا ساكنين كل ما كناش حنا راه غادخل غتلقى واحد 40 عائله ولا 35 و 30 عائله كيفاش غادي يخرجوا حنا عائله واحده حافظنا على هذا الملك هذا الإسرائيلي سمعنا أنه شاري يعني في 1975 شاري هو تيقول شاري في 1975 داكشي اللي كاين في الحكم ما علينا وهذاك الحكم اللي شاري هو في
في عام 1975 يلاه دافع مطلب تسجيل التحفيظ حتى 2019 باقي ما سجلش ولا حفر. تطلع للمحافظه تيقولوا لك هذا السيد ما عندوش المال. كتقول لهم عطيني شي ورقه ولا شي حاجه تيقول لك ما يمكنش نعطيك شي حاجه حيت انت ما عندك ملك ما عندك والو تما ما نقدر نعطيك والو. هادشي اللي كاين. شحال من عام نتوما ساكنين؟ واخويا 50 سنه انا رفع عمري 52 سنه زيد هنا. ايوا شنو هاد الناس حكموا علينا بالافراغ ومنين جا الافراغ الله اعلم. هاد الحكم هذا ما عرفناش منين جا. الا بغى يفرغ حنا ماشي شغلنا ديالو ياخذها ولا يقعد دبر راسو. ما في هاد العقار ولا دبر راسو حنا ما كيهمناش. حنا 50 عام حنا حاضرين لهاد الارض هادي يعوضنا فين ساكن فين نمشيو. حنا مشينا لوزاره العدل عطيناه ميه ديروا واحد التحقيق قلبوا هاد الورقه شنو كتفها الوزير. ها هي قراوها راه جايه من وزير العدل. ها هي جايه من وزير العدل. ها هي شتي ها هي خو قراوا هاد الورقه منين جايه. قراوا هاد الورقه منين جايه. ها هي من وزير العدل الا السيد مصطفى عاصر الله يرحمه الاخ ديالي. وملي وريناها لهم قلنا لهم راه وزير العدل جايه من عند وزير العدل واخا تجي من عند الملك. تيقول لك واخا تجي من عند الملك. وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هاد الهضره اللي كنقول فيها وكنعاود فيها. واش طردنا حنا هنا 52 عام وانا زيد هنا وعندنا الحاله المدنيه بان هنا ولاكارت ناسيونال هنا. سمعنا بان الاخ ديالك مسكين توفى. الاخ ديالي توفى قسما بالله. الوفاه ديال الله سبحانه وتعالى ماشي ديال العباد وانما هو كانوا السبب. خويا كان مريض مسكين داء السرطان كل مره كنهزوه كنخرجوه ليهم تيبقاو يغوتوا عليه وكيبقى يتخلع. نهار اللي كيجيونا الافراغ وكندخلوا خويا كيغيب مسكين قسما بالله. شي كنقول لك كنحلف انا صاحبي. هذا الشيء وحضرتي ليه وانتم ماشي انت اللي حضرتي كاع الناس شافوا هذا الشيء. خويا كنا كنهزوه ليهم تنخرجوه ليهم باش يستعطفوا بس زعما لعل وعسى هاد الناس يبقى فيهم الاخ ديالي. الاخ ديالي توفى. فين غنمشيو غنمشيو للزنقه اخويا فين غنمشيو؟ كل عندنا فين غنمشيو غنشوفوا روسنا راه ما نشوفوش روسنا والله لا شوينا روسنا بالله. لله العزه ولرسوله وللمؤمنين. ما غنشوفوش روسنا كنبعدنا فين نمشيو. وماشي تحكرنا خويا ما بقيتش عرفت راسي انا فين كاين. واش في دوله المغرب ولا في دوله الاسرائيل ولا الاسرائيل ما كيديروش بحال هكا. واليهود ولا الاوروبيين ولا النصارى ما كيخرجوش الشعب ديالهم من الزنقه. كيعطيو الناس فين يتعاودوا فين يسكنوا. حنا مرت خويا باقا لابسه البيض ولاد خويا باقيين صغيورين خرج الزنقه. فين غيمشيو؟ وحنا ما كنطلبوش لي عماره راه كنطلبوا غير شي بارتمون صغيره فين يسكنوا هاد الوليدات. امال انا راجل مشي نعسو في الزنقه ما يهمنيش. راه كاع عباد الله كينعسوها في الزناقي. نديهم راهم سيروا شوفوا حتى الجامع ديال آلي ياسين كلشي عباد الله تما نعسها تحت الزناقي. حتى انا نمشي نقعد نعس معاهم في الزنقه. ولكن مرت خويا وبلاد صغار راه عيب وعار يمشيو نعسو في الزنقه. حنا دخلنا حنا كنا عساسي. دخل شيخي الله يرحمه دخل شيخي في الاول ويدخلوا وليداته وليداته كلهم زايدين هنا. انا راجل مسكين كان عنده 50 عام منين توفى وتوفى هذه 16 يوم باش توفى. وحنا عساسين ماشي حنا كيقول لك كيقول لك وحنا نقزنا من فوق الحيط. حنا ما نقزناش من فوق الحيط. حنا كنا عساسين كنا عساسين حنا عند النصارى وهذا كان هنا بار. هذا كان بار قديم في الخمسينات. اه كان شيخ عساس. كان شيخي عساس الله يرحمه عساس حب العبد. هذه 48 عام هو عساس هنا. انتم قال لكم واش بقينا ساكنين هنا حيدوه مشاو النصارى بقينا حنا هنا بقينا عساسين. منين مشاو النصارى بقينا حنا عساسين هنا. منين حنا تفاجئنا منين جانا الافراغ. حنا تفاجئنا ما عرفناش علاش منين جاو هاد الافراغ. حنا ما باغين منه دابا والو. حنا باغين منه دابا ما باغين منه والو. كان ديالو بصح هو مولاها يعطينا العزه ديالنا ويعطينا السكن. انا ما عندي فين نمشي فين غنلف وليداتي. انا عندي 5 ديال النفوت وراجل ديال الله ميت وما عندي حتى شي حد اللي خدام ولا اللي يعاونني. دابا اربع وانا لابسه البيض. انا يحترم هذا البيض اللي لابسه ويحترم لي وليداتي. انا ما عندي فين نمشي. انا ما خدامه ما عندي حتى شي مدخول. وانا راجلي ما كاش عنده شي مدخول. انا راجلي كنخدم مسكين عند ما عنديش عندي على الرامد اللي كنعالج به وليداتي ما عنديش شي مدخول. انا راجلي كان مسكين مريض. كان مريض مار السرطان. الفقصه ديال هاد الدار ملي كان يجينا الافراغ مسكين مات. جاو كان يجيو مسكين كيدخلوا عليه مسكين حتى الفراش هو مسكين نعس على محط الفراش. كان مسكين كيدخلوا عليه ويخلعوه مسكين ورجع توفى. دابا توفى هذه 16 يوم. ما عندي فين نديرهم. انا هذوك وليداتي خصني يطلعوا السكن فين نسكنهم. انا وليداتي الا خرجوني باغا نبقى في الزنقه مشرده بيا بوليداتي. ما عندي حتى شي عوين. والله يرحم بها الوالدين اللي كان شي مسؤول هو اللي يوقف معايا في هذا الشيء. شو انا ما عارفه والو. ما عندي باش ندير لا محامي لا والو. احنا فقراء. الناس على قد فقراء. ما راه وليداتي هما كيعطيوني على الناس على باش نعطيهم الحليب وباش نوكلهم. ما عندي والو. كندوي معاك كنشوفوا الدموع على عينيك نحس براسكم تحكرتوا. راه حكرنا. اه
راه تحقرنا، راه هو عنده الفلوس ما عندنا والو، ضروري هي تحقرنا بزاف هاد الحكم، ما عرفناش هاد الحكم كيفاش. والله درنا شي تاول ديال الخير، وانا بغيت شي مسؤول يوقف في هاد القضيه. دوكري كان راجل مسكين على اساس وشحال اساس باش 1200 ريال 2000 ريال والخمسينات ولا ما عرف، انا باقا ما عقلاش تاع العشاش. المهم يمشي يمشي شي حقره، هاد الشيء كيقول حقره، هاد الشيء حقره، هاد الشيء الظلم من عند الله. الا تشرطوا ما كايناش دينا لا استفدنا لا والو، عساتنا عليه هنا في القريه. يقول لي كون كنت انا كره درت لي كاريان هنايا، كل ما انا كره صحاب الكاريان جات تكون لي هنايا، ولكن انا شديتي وحرام سرو. هاجي فين غتمشي ولا خرجوكم؟ غنخرجوا للشارع. هادشي للشارع، حنا شحال من عام واش حنا غنمشيو للعربيه؟ فين غنمشي؟ ما عاد لا بلاد لا والو، فين غنمشي؟ حاجه انت مرا كبيره، ما عاد فين غتخرج؟ ما عاد فين غنمشي فين؟ انا عندي 80 عام انا. ولدك مات؟ ها هو هذا هو السيد، ها هو راه كابر حدانا. شوفتي كاينين لداخل حوايج، كاينين لداخل. شوفتي انا قاري دابا مع جوج وراس ما غاداش، صافي ضيعوا لي حياتي قرايتي كل مشات صافي. المصادر القانونيه العنف داروا معنا العنف، هادشي راه ما كيبغي الا الله ولا عبده، الله ياخذ فيكم الحق. نموت ونموت باطي، اش حفنا؟ ندرع نموت باطي هو احنا لا شفقه في هاد الناس هادو، راه واه ملي كتقول لي كيقول لك ما جاني امر، ملي كتقول لي خرج معنا من عندنا خدمه واش دول او نمو في غنش، انا خرج من غنش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.